بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وحضور صاحب السمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ومالك نادي مانشستر سيتي. مانشستر سيتي بطل بطولة دوري أبطال أوروبا بجدارة واستحقاق من أمام إنتر ميلان. مبروك وألف مبروك هذا الإنجاز الكبير والرائع والأكثر من رائع. مبروك للقيادة الرشيدة، مبروك لجميع عشاق ومحبين نادي مانشستر سيتي، وتستاهلون. مباراة رائعة، سهرة كروية ممتعة قدم من خلالها مانشستر سيتي كل أنواع الفنون في مباراة كرة القدم، فن وإبداع ومتعة وإمتاع، توجها في النهاية بحصوله على اللقب. وكيف ما يحصل على اللقب؟ وجه الخير عسى الله يحفظه ويطول بعمره حاضر، وجه السعد الله يطول بعمره حاضر. ألف مبروك، ويستاهل مانشستر سيتي ويستاهلون كل محبين مانشستر سيتي. فرحة كبيرة في كل الأرجاء في كل مكان لفوز مانشستر سيتي منها للأعلى، والمزيد والمزيد من البطولات القادمة بإذن الله تعالى. أترككم مع لقطات رائعة مختارة اخترت لكم إياها أثناء المباراة للمعازيب الله يحفظهم ولجمهور مانشستر سيتي. لا تنسوني من اللايك والفولو. ارحب يا ابو خالد، والله انك منور يا ابو خالد. ارحب 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 يا ابو خالد، ارحب، اشهد انك منور ناموس. يا مرحب يا طويل العمر. ابو خالد.